السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة من رأى أو سمع أو قرأ سورة السجدة في المنام وتعبيرها. أحباب الله، من رأى أو سمع أو قرأ سورة السجدة في المنام وكان من الصالحين فسيكون من الساجدين والشاكرين، والله سيزيد له النعم ويجعله من المصلين ومن الذين تتجافى جنوبهم عن النوم من خشية ربهم ويكثرون الدعاء خوفا وطمعا، ودعاؤه سيكون مستجابا، ويجعل الله لهم في الآخرة ما تقر أعينهم يفرحون من المخفي عليهم العطايا والهدايا من رب العالمين، وأن عليهم أن يكونوا من الصابرين لكي يكونوا من عباد الله المصطفين، لأنه قريب من عباد الله الشاكرين، وبالصبر يكون من كل صبار شكور، أي مختصة اختصهم رب العالمين، وسيكون من الوارثين الجنتين في الدنيا والآخرة، ويزيد لهما الذرية الصالحة ويزوجهم الصالحات وكذلك المال والتقوى، يعني بزوجهم الزوجة الصالحة وبزيدهم في المال والتقوى والإيمان، وسيكون للمتقين إماما، ويكون داعيا لرب العالمين، وبإذن الله أينما كانوا سيكونوا منصورون ولربهم راغبون وحامدون، وخاتمتهم خاتمة الخير ومن المقربين. أما أن كان من الفاسقين ومن غير الصالحين فلهم عكس كل ما ذكرت، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.